لو الحكاية فيها إن فيديو أطفال مصريين فوق في المركز، مركز ثلاث أدوار تقريبا بيشيل تقريبا من 100 ل 150 حالة. الناس دي كلها جاية عشان خاطر احنا اتصلنا بيهم الصبح، لأن في قرار اتاخد إن هو يوقفوا نشاط الجمعية الشرعية اللي هو الفرع الطبي بتاعها. فبالتالي مفيش فلوس هتندفع لا على مرتبات، ولا في فلوس هتندفع على أدوية، ولا في فلوس هتندفع على محاليل، ولا في فلوس هتندفع للأطفال عشان خاطر الدنيا محتاجاها. في أطفال فوق محتاجة طبعا أماكن عشان خاطر تعبانة. أي أم بتولد في أي مستشفى ينزل ابنها كويس بيروح معاها البيت، ينزل ابنها مريض قدامها ثلاث اختيارات، يا إما تروح مستشفى حكومي بتاخد ابنها فيها، وده صعب أوي يتلاقى في مصر. مفيش أماكن، الطاقه الاستيعابيه بتاعت الحضانات في مصر والمصر العربيه كلها قليله، قدامها مكانين تانيين، يا اما تروح مستشفى خاص. المستشفى الخاص بتصرف تقريبا الاستاد على جهاز تنفس صناعي من 500 ل 1500 جنيه في اليوم، يا اما قدامها الحل الثالث اللي هي جمعيه شرعيه، جمعيه شرعيه خيريه باذن الله تعالى. بيجي الطفل هنا بنكشف عليه وبنحجزه بناء على حالته، وبيتلقى في المده اللي هو محجوز فيها بكافه انواعه ومجالها باذن الله تعالى. حد بيكلمهم انتوا رايحين فين، وحد بيقول لهم جايين منين، وحد بيكلمهم انت تبع مين ولا مش تبع مين. احنا بنتعامل مع طفل كطفل، هو عندنا في ناس نصارى، في ناس مسيحيين موجودين وقاعدين، بنتخبرهم مفيش مشكله من اي ديانه، اي من بره خالص، ناس اندونيسيين، في ناس ماليزيين، اي حد بيجي احنا بنتعامل بالمنطلق الطبي، بيجيب حاجه فوق وبياخد العلاج بتاعها. طيب دلوقتي بعد القرار اللي حصل ده هنعمل ايه؟ انا كدكتور المفروض ان انا جيت النهارده الصبح كده عشان خاطر ابلغ الناس. حد يقول لي بقى ابلغ الناس اقول لهم ايه؟ اقول لهم خدوا ابنكم روحوا بيه البيت، ولا اقول لكم خدوا ابنكم روحوا ادفعوا 1500 جنيه في اليوم، ولا اقول لكم خدوا ابنكم روحوا بيه الحكومه اللي مش هيلاقوا فيها مكان. حد يقول لي بس. السلام عليكم. في ده اعرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور عمرو الشيخ، شاري اطفال وحديث ولاده مستشفى الجمعيه الشرعيه بالمازه. احنا دلوقتي عندنا في ال بالنسبه بنتكلم بالنيابه عننا احنا كلنا. بس خليني اشوف بقى الحالات برضه على الصوره. يعني احنا عندنا في المحضن، طبعا محضن المازه بيساعي حوالي 120 طفل. بناخد الحالات من مستشفيات الجامعة كلها، مستشفيات الزمرداس، القصر العيني، مستشفى الجلاء. عندنا عربيتين إسعاف بيتحركوا يوميا صبح وبعد الظهر، بنستقبل الحالات، بناخد الحالات من يعني ما بناخدهاش من ايد الاهل، عربيات الإسعاف هي اللي بتتحرك. طبعا زي ما انت شايف كده في عندنا اطفال من اقل من كيلو بيبقوا ناقصين النمو، عندهم عدم نضوج في وظائف الرئه، في اطفال على اجهزه تنفس صناعي، في اطفال على اجهزه اقل شويه زي سيباب. طبعا الاطفال دول بيبقوا عايزين علاجات مكثفه، بيبقوا عايزين مضادات حيويه غاليه، عايزين محاليل، عايزين وريد مركزي، بيتعمل لهم اشعه موجات صوتيه، بيتعمل لهم فحص قاع عين، بياخدوا حقن اللي هي IVIG اللي هي حقن المناعه. كل الحاجات دي مكلفه. طبعا انا يعني سمعنا ان هم هيعملوا تجميد للارصده. طبعا المستشفى هنا يعني ملهاش اي دعوه بالانشطه السياسيه من زمان، ومعروف من زمان من قديم يعني هذا زي ما بيقولوا ما كانش ليها دعوه بالانشطه السياسيه. احنا عمل خيري خالص، ورجال اعمال اصلا برضو اللي بيتبرعوا للمكان هنا ما لهمش دعوه خالص بالانشطه السياسيه. احنا ناس، وزي ما انت شايف يعني الدكاتره والتمريض كلهم من عامه الشعب. بالنسبه بقى للحالات الموجوده اللي لسه موجوده، كم حاله غير الناس اللي طلعوا؟ دلوقتي كام حاله موجودين بعد اللي طلعوا؟ حوالي 82 وخرجنا. طبعا احنا ما بنبقاش حالات من امبارح وما دخلش حالات، ف 82 خرجنا حوالي 20 حاله. يعني يبقى كده فاضل 62 حاله موجودين. 62 حاله دول يعني حالتهم ايه؟ يعني هل هيستمروا اكتر من شهر عشان يتعالجوا ولا ايه؟ لا يعني في حالات يعني بيتفاوت المده، ممكن في حالات تقعد معانا اسبوع، في حالات تقعد معانا اكتر من كده. المشكله ان احنا زي ما بقول لك ان احنا بنحتاج ادويه غاليه، التمريض
لغايه دلوقتي مش عارف ولا الدكاتره عارفين مصيرهم هيقبضوا ولا مش هيقبضوا. يعني ممكن بكره ولا بعد بكره تلاقي نص طبيبه ما جاش، هيحسوا ان هم مش هيقبضوا مرتباتهم. الادويه غاليه، انا ما اعرفش رصيد الصيدليه ايه من الادويه. احنا الحاجات دي بنشتريها يعني يوم بعد يوم، المستهلكات. مدير المستشفى بيقول لي ان هو اخر مستشفى هنا عنده رصيد لمده شهر. فهل هنا لا قدر الله لو بعض الاطفال علاجهم مدى اكثر من شهر هيتم الاستغناء عنهم ولا برضه هتبقى؟ احنا كتبنا تقارير للاطفال، يعني برضه حاجه احترازيه ان احنا يشوفوا اماكن يتنقلوا فيها. احنا معاهم احنا طبعا كدكاتره والتمريض متطوعين ان هم يقعدوا لغايه لما اخر طفل يخرج. بس انا خايف من ان نقص المستهلكات، خايف من يعني اي حاجه تحصل، الادويه تنقص، في حاجات كتيره بنبقى عايزينها مش ممكن ما نعرفش نوفرها. ده بخلاف طبعا انا عايز اقول لك ان احنا عندنا الاهالي بيجوا المستشفيات كلها، مستشفى الجلاء مثلا والدمرداش، عايزين يخشوا الحالات دي. انتوا بتسترعوهم ولا هم بيطالبوا ان هم عارفين خلاص؟ بص، مستشفى الجمعيه الشرعيه بقت معروفه على مستوى الجمهوريه كلها انها بتستقبل الحالات غير القادرين وبيتعالجوا مجانا. فالجلاء انا عايز اقول لك ان في المستشفى الجلاء انا في دكاتره قالوا لي ان الحالات لو ما تحولتش بتموت. الحالات بيستقبلوا 4 و5 حالات. يعني كده المستشفى الجلاء بيرشحوا لكم ناس معينه، بيقول لكم الناس دول هم مش قادرين يكملوا علاجهم فبيبعتوهم لكم. لان مفيش مشكله الحضانه دي معروفه من زمان ان في مشكله، ان احنا عندنا اعداد كبيره من الولادات واعداد كبيره من الاطفال اللي هي محتاجه حضانات، والحضانات على مستوى مصر ما بتقضيش. المستشفيات بتتعامل معاهم الجلاء والدمرداش وتاني؟ انا بقول لك كل المستشفيات احنا بنتعامل مع كل المستشفيات، بنتعامل مع المستشفيات، احنا ما لناش برضو تفرقه بين مسلم ومسيح، احنا بنتعامل مع المستشفيات اللي هي تبع الكنائس كمان. ف بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد زيد، فني الاشعه مستشفى الماظه اطفال تسيرين. والله الوضع يعني لا يخفى على الاعلام ان مستشفى الجامعه الشرعيه مستشفى خيري. الطفل اللي بيخش المستشفى من البدايه للنهايه ما بيدفعش ولا مليون خالص. جاي قرار تجميل الاموال الجامعه الشرعيه، مش عارف من اي سبب، وجه سبب مش عارف، اسباب سياسيه، اسباب ما تعرفش. المستشفى دلوقتي خلاص تجميل الاموال بمعناه ان المستشفى ما فيش تحكم في الاموال خلاص، يعني ما فيش علاج. العلاج بدا من خرج الحالات زي ما حضرتك شفت دلوقتي، ما فيش اي حل خالص. الاسباب ان هي يعني انت حضرتك لو بصيت ان الجامعه الشرعيه بترفع رجل كبير جدا على الحكومه، ان ما فيش مستشفى حكومه فيها الرعايه الصحيه المتكامله زي الجامعه الشرعيه. دلوقتي مدير المستشفى بيقول ان هو هيراعي الاطفال لمده شهر على حساب رصيده، هو بيقول معاه رصيد المستشفى يمكنه ان هو يعالج الاطفال لمده شهر. في حين الممرضات فوق بيقولوا لي ان ما ينفعش الاطفال يقعدوا اكثر من 4 ايام، هم دلوقتي بيصفوا فيهم بيكتبوا تقارير. معنى الرصيد ما يمدكش بعد كده، تجميد الاموال للعلاج والادويه بفلوس، فالفلوس اتجمدت. يعني الفلوس اللي جمدت هنشتري بيه؟ ده الرصيد الموجود حالا. ده الرصيد اللي موجود يعني كم يوم المستشفى ثلاث ادوار ب 950 حضانه. يعني المستشفى 950 حضانه. تاني اكبر مستشفى في العالم. الرصيد الاكبر في العالم. يعني تاني اكبر مستشفى في الشرق الاوسط هنا في الجامعه الشرعيه. يعني وعيب كبير جدا بتشيله المستشفى الجامعه الشرعيه عن الحكومه. مفيش مستشفى حكومه. انا سيد احمد كهربائي في فني كهرباء في المستشفى الجامعه الشرعيه. زي ما حضرتك قال لك المستشفى كلها من اولها لاخرها مجان، والله بيجي لنا حالات والله اهليه بتبكي مش لاقي تدخلها بره. سبحان الله، يعني مش عارف هم عايزين ايه. سبحان الله، الناس فعلا مش لاقيه اصلا. الناس والله بتيجي حاجه عندي، مفيش حاجه بيجي مثلا اللي هو الطفل دول على كيف يقول جاي تنفس بره ب 1000 جنيه وشويه. الناس بتيجي بتصور يقول معلش ما عليش فلوس، ارجوك الحقونا. مساحه المستشفى اخويا 150 حضان، 150 حضان، 150 طفل المفروض بيخش في الاسبوع وكل شويه بيغير.
بص يا اخي، هو المستشفى عندنا من ساعه احمد ابو حمادي والحسابات هنا في المستشفى شغالين بقى 11 سنه. احنا من اول ما جينا هنا واحنا متعلمين اساسا ان احنا بنتعامل مع الناس ديت ان هم اصحاب حقوق، مش جايين يشحتوا مننا او جايين نتصدق عليهم او حاجه. كما هي كل فتره من حوالي كل شهرين كل 3 شهور تعمل معانا اجتماعات عشان نبدا نقابل الناس بابتسامه، نحاول نخفف على الناس، ما نصبر عليهم على اذاهم علينا. فالجمعيه هنا خدمت في خلال 11 سنه ديت، عملنا انا نفسي دخلنا حوالي 300 او 400 حاله مسيحيه. ما بصناش للدين، ما بصناش الاتجاه السياسي بتاعهم ايه، ما بصش المستوى الاجتماعي بتاعهم ايه. كل العمليه ان احنا بنحاول نوصل للناس دي خدمه طبيه من اموال الزكاه. طب بالنسبه لتمويل المستشفى، ايه الجهات اللي بتمول المستشفى دي؟ والله كل المستشفى وكل الاعمال بتاعه الجمعيه الشرعيه قائمه على اموال الزكاه، اموال زكاه وتبرعات من رجال اعمال. وفي ناس متكفله زي مركز المصطفى، خد فتره طويله جدا كان احد رجال الاعمال متكفل بالانفاق على مركز المصطفى. كذلك بقيه الجمعيات الشرعيه كلها قايمه على اموال زكاه، قايمه على صدقات. بس يعني ما فيش تفهم نفسك؟ انا اسمي مرهان، ممرضه موجوده هنا، ممرضه موجوده في المطار، بقالي 3 سنين شغاله. في اقدم مني شغال هنا بقاله 13 سنه و14 سنه و15. في اطفال بتيجي هنا في المكان، الاهالي ما بيعرفوش يدفعوا اي مبالغ بره، الاماكن الخاصه بره بيبيعوا عفش بيتهم عشان خاطر حالتهم في المستشفيات الخاصه. الحالات اللي هي طلعت، هل كان ينفع ان هي تطلع فعلا، ولا كان في ناس منهم حالات تعبانه ما كانش ينفع ان هم يطلعوا؟ في حالات ان هي مكتوب لها الشفاء النهارده فطلع، ففي حالات ثانيه بقى مش في الاهالي جايبينهم المستشفيات خاصه من بره. فدلوقتي احنا دلوقتي هنخلوا الاهالي هنعمل لهم تقرير عشان يدوروا على مكان خاص بره. ليه بقى؟ عشان هو اصلا مكان. الحالات اللي طلعت في اثنين حوالي 20 حاله طلعوا، فهل الحالات اللي طلعت دي كانت فعلا تستحق ان هي تطلع، ولا كان المفروض ان هم يبقى لهم متابعه برضه؟ هو المفروض يبقى لهم متابعه. دلوقتي بقى مش هيبقى لهم اي متابعه في المكان المجاني، دلوقتي بقى هيطلعوا المكان الخاص بره وهيدفعوا فلوس اكتر. الناس اللي هم الاطفال اللي لسه موجودين دول اخرهم كام يوم ومشوهم؟ اخرهم ايه؟ مفيش مكان لاي اطفال دلوقتي. يعني في دلوقتي اطفال على اجهزه، دلوقتي مطلوب مننا ان احنا نعمل تقرير عشان يطلعوهم على مستشفى خاصه بره، هيدفعوا مبالغ اكتر. يعني هم معنى كده ان هو بيقفلوا مكان بيعمل خلل لكل اهل وكل اسره. يعني كده بالكثير لازم من خلال 3 ايام الجايين دول يمشوا كل الاطفال بالكثير. عشان دلوقتي مفيش فلوس، سواء هو خف او ما خفش. ايوه، ودلوقتي الاهالي هيدفعوا بال 4000 و 5000